thank you, Mom, for joining us to speak to us on this special historic event of the country. Can you introduce yourself to us, your position, and you tell us briefly what this occasion means to you? اسم بتاعي منيرة عبد الوهاب. أنا شير ليدي بتاع كوميونيتي كيندوم اوف أنيواك. طبعا الورك شوب ده بالنسبة لي مهم جدا لأنه بيتكلم عن اللغات. بيتكلم عن اللغات واللغة حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لأي كوميونيتي. اللغة طبعاً كأم، اللغة طبعاً الأم لها أثر شديد عشان تعلم أطفالها اللغة بتاعها. أنا الباك جراوند بتاعي لأنه أنا تربيت في ملكان بتكلم زي 4 لغات، وده السبب اللي خلى إنه مثلاً أنا أتكلم عن اللغة إنه مهم لي، لأنه بتكون في عندك اتصال مع الشخص الثاني لما تكون عندك اللغة بتاعت، يعني أنا بتمنى إنه الناس يتعلم لغة بعض، يعني انت تتعلم لغتك ونتعلم لغة الثانية عشان يكون في تواصل بيناتنا في المجتمع. ده في حد ذاته بيجيب السلام، لانه لو الانسان الثاني ما بيعرف يتكلم لغتي واقدر انا اصل لغته اتكلم معه، ده بيجيب السلام، بيكون في ود بين الناس. فانا بفتكر انه البرنامج اللي عمله الوزارة بتاعت الكالتشرز برعاسة الوزيرة الأخت نادية، دي حاجة جميلة جدا. هو وزارة جديدة ووزارة دار لها تشجيع عشان إنه 64 لغة ده ما بطل، 64 لغة يكون في تجانس بين اللغات وبين الناس، لأنه اللغة والناس في ارتباط مع بعض. زي ما سمعنا هسه في أول برنامج اتكلم الدونس اللي بيساعدونا في انه كيف البرنامج بتاعت اللغه ده والبرنامج ده يمشي، اتكلموا على بلدهم اللي هي فيها 4 قبائل اللي هي الايطاليين، بيتكلم عن سويسرا اللي هي فيها ايطاليين، فيها المان، فيها الفرنسيين، وفيها السويسريين ذاتهم، يعني هم كيف عاشوا مع بعض في بلغاتهم دي. افتكر هم في الدوله بتاعتهم دوله مسالمه، انا مشيت فيها، فعشان في بيناتهم تجانس وكل واحد بيقبل الثاني. فاللغات لما كنا في ابنايل الكبير، ابنايل الملكان، كانوا الطلبه والناس في المدارس بيداولوا في بعض الشفع، لانه اللغه انت بتتعلم من طفولتك، فكانت اي زول جاي من على النيل بيعرف لغه الثاني. يعني لو ما لقيت لغتين بتلقى 3، بتلقى 4، لكن ادنى شيء بتلقى اللغتين دين في 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 على النيل. فدي حاجه مهمه جدا وحاجه دار لها تشجيع، وحاجه نحن كشيرز بتاعت الكوميونتي ده الدور بتاعنا، نتكلم مع الكوميونتي بتاعنا. وبرضه كمان في صعوبة بتاعت إنه كيف نحن مثلا لما الكوميونتي الموجود حاسة في داخل جوبا بتكون الموارد بتاعتها بسيطة عشان تعمل وركشوب ولا عشان تجيب ناس مع بعض عشان هناي، فده عايزينه برضه بعدين إحنا كرؤساء بتاعت الكوميونتي ممكن نقعد مع الوزيرة كيف إنه نقدر ننمي الحاجة دي عشان إنه نساعدها ذاته في اللغات اللي إحنا حاسة دي بنعمل فيه الوركشوب ده. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا.